فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله وكفى، السلام على نبي الدين المصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، قد أكرمنا الشيخ الفاضل، هو له الفضل علينا، نسأل الله جل وعلا أن يثيبه عنا خيرا، نسأل الله جل وعلا أن يثيبكم جميعا عنا خيرا. لكن جذبني ما ختم به الشيخ حفظه الله، لأن هذه الأمة نتمنى جميعا أن تتبوأ مكانتها. هذه الأمة أمة مرحومة، هذه الأمة ما خلقها الله جل في علاه إلا لتأخذ بأزمة الأمور وتكون لها مطلق القيادة والسيادة والريادة، وهذا أمر نحن منه على يقين، وهو أمر مكفول ننشغل به، وهو على التمام مكفول لنا، ولكننا لم نؤدي المهم. أما إثبات ذلك فمن كتاب ربنا جل في علاه أنه قال كنتم، وكان منزوعة الزمن على ما قال علماؤنا، يعني هي على الاستمرار، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبشر هذه الأمة، لننطلق على ما نريد أن نتكلم به اليوم إن شاء الله. لكن جذبني كما قلت ما ختم به الشيخ، فقلت أذكر نفسي والإخوة أولا بشارة وثانيا نذارة. أما البشارة فهذه الأمة ستتقدم، ورايتها تعلو خفاقة في السماء، سيكون ذلك لأنه أمر محتم قد ضرب لنا الله به وعدا، والله إذا وعد وفى وأوفى، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة إلى يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة، هي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره، فالخيرية لا تنقطع عن هذه الأمة بحال من الأحوال. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تأتي الساعة وهم على ذلك. فهذه الأمة أمة مرحومة ممكنة مبشرة، فهذا أمر محتم. لكن الله جل وعلا من سننه الكونية أنه ربط المسببات بالأسباب، فهو خالق السبب وخالق النتيجة، لكنه ربط النتيجة بالسبب، فلا بد من المقدمة حتى نصل إلى النتيجة. لا يمكن لأحد أن يصل إلى نتيجة دون مقدمة، فأما النتيجة فقد ضمناها وقد علمنا يقينا أنها محتم وجودها، وأما المقدمة فنحن منها على ظن وعلى شك. ودرسنا اليوم في الكلام على المقدمة التي لا بد أن نقدمها حتى نستجر هذه النتيجة، وتستلزم النتيجة وجود المقدمة، ألا وهي كيف أجعل هم الله جل في علاه. إن الله ما خلق الخلق هملا ولا سدى، وإن الله جل في علاه قد خلق الخلق لمهمة عظيمة جسيمة قد صرح بها جل في علاه في كتابه، ونحن على فعلها في شك، ثم في المقابل قد ضمن لنا أمورا عدة ونحن منها على يقين، فما بالنا قد قلبنا الأمر فما كنا على يقين منه أصبحنا في شك منه، وما نحن على شك منه كأننا على يقين منه. أفسر ما نحن على يقين منه، فهو دعوكم من الثاني، أنا ما ذكرت ما نحن على شك منه، وهو المقدمة، ألا وهي المهمة الجسيمة التي خلق الله الخلق لها.
نأتي إلى اليقين الذي نحن نشك فيه، وهذه مصيبتنا العظمى في هذه الدنيا، ألا وهي قد ضمن الله لك الرزق فهو مكفول. خلق الله الكون بأسره لك، وقرر على وأوجب على نفسه أن يكفيك كل ما تحتاج إليه. قد قال الله جل في علاء: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق. فقال أعرابي وهو يسمع هذه الآية ويقول: عجبا، من حمل الرحمن على أن يقسم على أمر قد قدمه وقاله: وفي السماء رزقكم وما توعدون. نحن على ذلك من شك، ولا بد أن نكون عليه من يقين. فقال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليلعبون. استغفر الله، مش ممكن هذه تكون آية، لا ليطعمون. أجيبوني عندما أخطئ، خطئوني. ليطعمون، صحيح، لا ليعبدون. هذه نحن منها على شك والله. شوف المقدمة، الأمر الثاني الذي هو النتيجة، نحن على يقين منه. طالما ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لا غرو ولا عجب. فقد قال الله جل في علاه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، للحكمة، وهذا سنبينه. وقد قال الله جل في علاه: وما من دابة في الأرض، ليست الدابة المقصود بها العجموات فقط، كل ما يدب على الأرض يدخل تحت الآية. ولذلك قال من تأكيدا زائدة تؤكد دابة النكرة في سياق النفي: ما من دابة، كل ما يدب على الأرض قد ضمن له الرزق الله جل في علاه. الرزق الله جل في علاه. تصدقون؟ نعم أصدق، وأنا على يقين من ذلك ورب السماء فوق يقيني أنني أجلس على هذا الكرسي أمام هؤلاء الأخيار الأبرار، والله الذي لا إله إلا هو، لأنني أصدق في ربي وقول ربي وأشك مما أنا عليه. قال الله جل في علاه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفث في روعي الروح الأمين. من الروح الأمين؟ إسرافيل أم هو ميكائيل؟ سيدنا من؟ الآن أنا قلت إسرافيل وأنت خالفتني وقلت جبريل، إذن لابد من المحاورة والمناقشة لنرى من الذي معه الحق. أنا قلت إسرافيل وأنت ما زلت تقول جبرائيل، صحيح؟ الجميع معه ولا معي؟ يعني أنتم معه عشان تعيشون معه في نفس البلد، يعني المفروض تكرموني وأنا ضيف عندكم يعني فوتوا لي. طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل أنا معه أيضا، الحق حق أن يتبع. الدليل قول الله جل في علاه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، يقصد به جبريل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفث في روعي، لأنه الوحي نزل في نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. مثلا انتهت. عندنا في مصر يقولون: لو صبر القاتل على المقتول لإيش؟ لما توحده، صح؟ مش ما قتل، عندنا انت ما عشتش معانا في لا لما توحده. طبعا هذا المثل فيه خطأ عقائدي كبير، لست بسبب الكلام على تفصيل المقام فيه، لكن هم يريدون أن يقولوا بأن الأمر محتم لأنه مكتوب، صحيح ولا لا؟ هذا نفس الأمر. السارق الذي سرق لو صبر، وهذا ورد بكلام المحققين، لو صبر على رزق الله، على رزق الله جل في علاه، لأخذه من بابه الحلال، لأنه قد كتب في اللوح المحفوظ بأنه سيأخذ هذا الرزق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لنا تأخذه أو لا تأخذه، لا. إيش وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجه وقال:
ها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب، يعني معنى ذلك سيأتيكم وهو محتم. نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. يبقى إذا الأمر بين ومنتهي. فلذلك قال لك أنت على هذا، أنت منه على يقين، أما الذي سيأتي فنحن منه على منك على شك، لأنك ممكن أن تأخذه من غير بابه، تأخذه من الحرام. فنصحنا فيما نستقبله، فقال فأجملوا الطلب، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. يؤكد ذلك حديث الطبراني بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى خلفه الموت. وقد رأينا في هذه الدنيا بعض أحد الناس يسعى خلفه الموت وهو يفر، ويسعى خلفه ويفر حتى نجا من الموت. فقلنا هذا من المعجزات كالأهرامات، فأخذناه للمزارات. توافقون؟ أنتم ما فهمتم؟ فهمتم في أين مزار هذا الرجل الذي نجا من الموت؟ ما تعرفون الموضع؟ قلت نجا من الموت وتسألني عن القبر؟ القبر يعني ما؟ قلنا هذا رجل نجا من الموت، فأين نبحث عنه؟ ها؟ فين؟ طبعا مش نعم، وهو نجا من الموت. ما انا بقول نجا من الموت مصر لما يموت. يبقى ما ماتش، يبقى ما يموت. ما قلنا هو نجا يعني لن يأتيه الموت، هذا المعنى. وهذه في احد الناس، والنادر لا حكم له، صح؟ طب ارفضوا المقدمة حتى ترفض النتيجة. ممتاز، أنت رفضت المقدمة، إذن قل لا يمكن لأحد أن ينجو من الموت. هذا أمر به إجماع ولا لا؟ لا يمكن لأحد أن ينجو من الموت، إذن لا يمكن لأحد أن ينجو من رزقه أبدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الرزق ليسعى خلف المرء كما يسعى خلفه الموت. هل يتخلف؟ هل الموت يتخلف؟ تيسع الآن، الموت لا يتخلف عن أحد بحال من الأحوال، كل نفس ذائقة الموت، كذلك كل نفس يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لأن الله تعالى قد كتب ذلك وهو الذي يملك كل شيء. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإذا النتيجة محتمة ونحن على شك من المقدمة، فلنشغل أنفسنا بالمقدمة. أردنا نصر الله لنا فعلاء على الكربة التي نزلت والبلاء التي تنزل تترى على العباد، النتيجة محتمة. كتب الله على نفسه أنه لابد أن ينصر رسله والذين آمنوا، والله قد كتب على نفسه يعني أوجبه على نفسه، فالنتيجة محتمة، لكن نحن على شك من المقدمة، لم نأتي بالمقدمة الصحيحة حتى نصل إلى النتيجة الصحيحة. أنا لو كانت المعادلة الرياضية تقول واحد جمع، عندكم بالإنجليزية تسمونه بلس نقاط، طيب بيساوي ثلاثة، الإجابة دي الإجابة على هذه المعادلة ليس لها إلا وجهان، صحيح ولا لا؟ إيش الوجهان؟ نعم، خطأ وصواب. نعم، ائتني بالصواب حتى أتعلم الخطأ. وبعدين واحد واحد يسوي واحد، هذا من عجيب الزمان. لا لا، احنا الان في المقدمه، في المعادله الرياضيه التي عندنا، دولار دولار بلس نقاط بثلاثة دولار، يبقى 2 دولار. في اجابه ثانيه؟ ايش؟ طيب، لكن احنا نقول ان يبقى اذا لنا ان نقول بأن هذه المقدمة الرياضية تقول بأن النتيجة حتى أصل إليها لابد من أمر معين. أخطأت هذا الأمر، لا يمكن أن أصل إلى هذه النتيجة. 1+6 لا يمكن أن تساوي 3، 1+8 لا يمكن أن تساوي 3، لابد أن تكون 1+2 عشان تساوي 3. إذا أنت تريد النصر، قدم ما أمرك الله به ستصل إلى النصر. إن تنصروا الله ينصركم، إن انشغلت بالله جل في علاه كفاك الله كل الهموم، حتى على النصر.
حتى على البلايا والرزايا. حسن البصري رضي الله عنه وأرضاه كان يتكلم بكلام الأنبياء، طلبه الحجاج فنظر إلى السماء فتكلم البعض كلام، هذا رجل قد قطع نفسه لله، أوقف نفسه لله. قال فدخل علي العسكر، شوف النتيجة، المقدمة لابد أن تقدمها لربك، النتيجة إن الله جل في علاه لابد أن يرفع عنك البلاء وأنت ستنجو ستنجو. فالمهلكة أن يذهب إلى سيف الحجاج، والحجاج مشهور ومعلوم، لكن الرجل يعلم أنه لو رفع يديه لله جل في علاه وكان قد تعرف على الله في الرخاء يعرف الله في الشدة سبحانه جل في علاه، قدم مقدمة صحيحة لكانت النتيجة أصح ما تكون. دخل العسكر يملؤون البيت ليأخذون الحسن، ليأخذوا الحسن البصري وهو جالس أمامهم ولا يرونه، ما من واحد منهم قد رأى الحسن وهو كأنه يبكي ويقول ربي ماذا يحدث ماذا يحدث، ونحن نقول على يقين حدث ما لا يمكن أن يتخلف، وهو أن الله جل في علاه ضمن لك النجاة لأنك قد أديت ما عليك بما أمرك الله جل في علاه. يا ابن آدم انشغل بربك جل في علاه. جاء في بعض الإسرائيليات قال ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت لما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رغد الوحوش في البرية ولن تأخذ إلا ما قسم لك. ويغنين عن الإسرائيليات حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن آدم انشغل بعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. ابن آدم انشغل بعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس إلا ليوحدون. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى وما من رسول وما أرسلنا من رسول من قبلك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في الصحيحين، فقبل أن أبدأ في الصحيحين لأحرك صدور الإخوة، ما الصحيحان؟ أنا عطشان على نفس الوزن سامحوني، ما الصحيحان؟ أنا رأيت المتبرعين كثر، الإجابة جاءتني من هنا ومن هنا ومن هنا، أريد متبرع يفرق لي بين صحيح البخاري وصحيح مسلم. ما فيش التبرعات غير موجود، نحن نكتفي بالعدل دون الإحسان. ما في ها بيكملوا بعض دي حبايب بقى. هو عامة يعني خلينا في الصحيحين وصحيح البخاري، طبعا مقدم البخاري هو شيخ الإمام مسلم، وقال الإمام الدارقطني لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء، هذا باب آخر. لكن نقول في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، من تواضع وأدب النبي كان رحيما بأصحابه، فكان يركب خلفه أو يركب خلفه الصحابة. قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ قلت لبيك رسول الله، فسكت ساعة يعني وقت برهة من الزمن، ثم قال يا معاذ. قال علماؤنا تكرار السؤال لجذب الانتباه ليفتح قلبه ويتعلم ويفهم ويعقل عن الرسول، يا معاذ قلت لبيك رسول الله، وقول لبيك رسول الله من معاذ أدبا وخلقا حسنا بين التلميذ وبين الشيخ. فقال قلت لبيك رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ في الثالثة، فقال قلت لبيك رسول الله. الأمر جلل، هو يجذب انتباهه لما سيأتي من أمر جلل، فقال أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا الأمر الجلل. قلت أدبا الله ورسوله أعلم، فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذه المهمة التي من أجلها خلق الله الخلق، حق الله على العباد
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله، وليس هذا حقا كأجري المرء الذي يعمل ليأخذ الأجرة، لا، هذا تفضل وكرم من الله. لا تحسبن أنك إن صليت الخمس وصمت رمضان وأتيت بالحج وأركان الإسلام استحققت الجنة وجوبا أن تقف أمام الله وتقول أنا لها، أنا لها، قد أديت ما علي. لا والله. وأنا أقول لك في قصة في حديث فيه بعض الضعف لكن نستأنس به في هذا المقام، من رجل كان يصوم النهار، آسف أخطأ، كان يصوم الليل وكان يقوم النهار، وبعد، وهذا عاش أبدا ودهرا بعيدا، يصوم الليل ويقوم النهار حتى وقف بنادى إبلاد الأفعلاء. هو في صيام بالليل؟ في صيام بالليل؟ في صيام بالليل؟ عندكم في صيام بالليل؟ طب ليه ما تمشون معي وأنا مخطئ؟ ينفع؟ عشان أنا ضيف، هذا إكرام يعني، مخرج فهلوي، بس أي فهلوة هذا؟ من الذي قال ذلك؟ من؟ لا فهلوة، فهلوة حقا، لا أنا أقول يعني إذا أخطأت فلا تتركوني. كان يصوم نهار الحمد لله ويقوم هذا ليل نهار صباح مساء، وأجر الله له الأنهار وأينعت له الثمار، يأكل من طعام الله ويشرب من ماء الله وفيه البصر والبصيرة، فيصوم ويقوم. فجاء فجلس فوقف بين يدي الجبار فقال له ادخل الجنة برحمته، فقام هو ده ابن آدم، هذا الحق، فقام فقال لا بعملي، بعملي، فقال الله جل في علاه قسمة العدل، إن كان الأمر بعملك كما تقول، فضعوا عمله في كفة، فوضع الملائكة عمل هذا الرجل الذي كان يلعب نهارا وإيش وينام ليلا، صح؟ خطأ فاحش، كان يصوم نهارا ويقوم ليلا، فوضع العمل في كفة. قال وضعوا نعمة واحدة من نعائم عليه في كف، فوضعت نعمة البصر، اللهم متعنا بصرنا وقوتنا ما حياتنا أبدا يا رب العالمين، فوضع البصر في كفة، وهذه العبادات سنين طوال في كفة، فرجحت كفة البصر لا تزد أبدا، فقالوا إلى النار، فأخذوه إلى النار، فوقف على بوابة النار أو على حافة النار، فلما وقف ما يتحرك فقيل له ما تنتظر، فبكى وقال انتظر رحمة الله، فقال الله اذا فادخل الجنة برحمتي، فقال ايش برحمتك، فقال برحمتك. وهذا قد قرره النبي الامين الذي عاش دهره يعبد الله جل في علاه حق العبادة، قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، صحيح. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وحق العباد على الله أن يدخل الجنة من لا يشرك به شيئا، فهذا حق بكرم وجود من الله جل في علاه، ليس كما يقول أهل البدع بأننا استحققنا بعبادتنا، لا، أنت فقط دخلت الجنة بالسبب، نعم أتيت بالسبب الذي يمكن أن يوصلك إلى رحمة الله، لا أنك كان استحقاقا لك الجنة، لأن قول الله تعالى أورثتموها بما كنتم تعملون، والباء هنا سببية، قلنا نعم، لكن النبي قال ولن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فهي باء وهي باء، وأقطع ذراعك لو في أحد لمح ما قلت، تبقونه أم تنزعونه؟ ها تبقي كرما؟ كرما ولا؟ أقول قال الله جل وعلا وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، والباء هنا هو باء، صحيح؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أهي باء أيضا، صح ولا لا؟ هل هناك خلاف بين الآية والحديث؟ الظاهر نعم، الآية قالت أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال لا لن تدخلوها بما كنتم تعملون بعمله، فنقول لا فرق بين البائين، أهل اللغة يقولون
هذه الأدوات لها معاني. فالباء المثبتة غير الباء المنفية. أنا أريد الآن أسأل أين الباء المنفية؟ ما هي بما كلها، أين هي؟ الباء الأولى منفية، أورثتموها بما كنتم تعملون منفية، هذه المثبتة في الحديث ممتاز، في الحديث هي الإيش؟ المنفية. فنقول الباء المثبتة باء السببية، يعني أنت وصلت إلى رحمة الله بأخذك بالسبب أنك تعبدت، فنلت رحمة الله بالمقدمة التي قدمتها بالعبادة. والباء المنفية هي باء الإيه؟ الأجرة، باء المقابلة، الجنة مقابل عملك. لا، الجنة بالرحمة، ووصلت للرحمة بعملك. فهمتم؟ كل ذلك تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم وحق على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذا قال الله جل في علاه لمهمة عظيمة جسيمة هي عبادة الله جل في علاه، ومن تفرغ لله جل في علاه ومن انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وهذا حديث في مسند أحمد عن علي بن أبي طالب، جاء موقوفا ومرفوعا. بالأمس شرحنا ما معنى الموقوف والمرفوع، ما الفرق بينهما؟ صاحب الكرم. نعم، ما قلت موجود السؤال؟ من اللي حضر معنا أمس في الموقوف والمرفوع؟ يوسف. وبالكرم نغض الطرف. قلنا الموقوف المرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ممتاز، لا فض فوق. المرفوع هو قد قال فيه جبريل، صحيح؟ قال ربنا، أنا أخطأت أنا آسف، قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممتاز. والموقوف ممتاز عن الصحابي. ظاهر هو عن علي بن أبي طالب قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وهذا ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. من كانت الدنيا، وهذا حديث صحيح في السنن، قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. إذن أخي الكريم، عليك أن تتحلى بالصبر على عبادة الله جل في علاه، فتنشغل بربك وأن تجعل همك الله، فإن جعلت همك الله وجمعت همومك في هم واحد كفاك الله كل الهموم. لا تتشتت أخي، لا تتشتت في اختيار المرأة الصالحة أو الولد الصالح أو الرزق أو الطعام أو الشراب أو الكساء، اعلم أن كل هذا سيكفيك الله همه إن كنت صادقا حقا مع الله جل في علاه بأن تنشغل بقضية الكون الكبرى العظمى، ألا وهي عبادة الله جل في علاه. فإن كنا على النتيجة من يقين فإننا على المقدمة من إيش؟ من شك، لأننا في تقصير، في جهل، في ظلم، في تعدي، في معاصي ليل نهار صباح مساء. فعلينا أن نوحد الطريق، وعلينا أن نوحد الهدف، كيف يكون همي رضا الله جل في علاه، ثم بعد ذلك كل الهموم لا بد أن ترتفع. قال شيخنا الكريم في معرض كلامه، ما زلنا ندعو وندعو على البلية والرزية التي وقعت على إخواننا أهل الشام الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لو فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وهذا الحمد لله على الوجل الذي نحن فيه وعلى الارتجاف من هذه البلية التي نراها، أنا على يقين تام بأن الله جل في علاه سيرفع هذه الغمة عن الأمة لا محالة، لأنه بصلاح أهل الشام ستنصلح الأمة، والأمة منصلحة والأمة ممكنة ورب السماوات. لكن هذا تطهير، تنقية وغربلة، ليميز الله الخبيثة من الطيب فيجعل الخبيثة بعضه على بعض فيركمه جميعا. الغرض المقصود، نحن على يقين من النتيجة، فعلينا أن نشغل أنفسنا بالمقدمة، فيقوم اللبيب الأريب فيسأل سؤالا وجيها، وكيف أجعل همي الله سبحانه جل في علاه. أقول
الأمر ليس شاقا عليك حتى لا تحسب أننا نحجر واسعا أو أننا نشق على العباد. لا والله، ستنال ولاية الله جل في علاه، وتكون قد جعلت همك الله إن أديت ما افترضه الله عليك وانتهيت عما حرم الله عليك. فقط أديت الواجبات وانتهيت عن المحرمات فأنت ولي من أولياء الله الصالحين. وهذا ليس مني ولا من عنديات نفسي، لا والله، هذه من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال الله تعالى: من عاد لي وليا كن وليا وانتظر النتيجة، واعلم أن خلفك من يسدد رميك ويكتب لك التوفيق والتسديد. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هو الرسول قال من القائل؟ أنا تكلمت الآن، انتبه لا تتشتت. قلت حديث في الصحيحين، قال رسول الله، قال تذكروا، لا مش الروح الأمين دي من عندياتنا من كيس حضرتك، هذا لا يمكن. ما أنا قال رسول الله، ها قال الله، أنا قلت ذلك ولا أنا فيها؟ الشام راح خلاص، احنا في بلح اليمن اليوم، احنا نتكلم الان. اسمعوني لتنتبهوا، لان هذه في كل جزئية امر جلل نتعلمه. قال رسول الله، قال الله، هذه في علم الحديث نسميه حديث ايش؟ ممتاز، لا فضة فوق، حديث قدسي. يبقى اذا جاء سريعا الاثبات. الفرق بينهم طبعا هما واحد، النبوي حديث قدسي هما واحد، لكن حديث قدسي ارقى منزلة لانه ينسبه خلاص، هذا قول الله جل في علاه. واحنا قلنا اننا لا نصدق كلام ربنا جل في علاه حتى نرى عيانا، ده دأب المسلمين صح ولا لا؟ حاشا لله، هذا دأب المنافقين، دأب الذين قالوا اجعل لنا ايش؟ البصر والثوب، نحن لا نصدق في فيما ياتينا من السماء، خلينا نمسك بايدينا لا نستيقن فيك. هذا قول اهل الكتاب ليس اهل الاسلام. اهل الاسلام يقولون ايش؟ سمعنا واطعنا وصدقنا، امنا واستسلم. فالله جل وعلا يقول ونحن نصدق في قوله، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وحرب الله لا هوادة فيها. من المنتصر يا إخوة أفاضل؟ الأمم بأسرها اجتمعت تحارب الله والله يحاربها. من انتصر؟ من ينتصر؟ ها؟ ليش؟ هو المكون، هو القوي ذو البطش العظيم سبحانه جل في علاه. قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فأنا على يقين من النتيجة بأن الله يحارب عني، لكني على شك من ده في أول ما تكلمنا فيها في أولها يوسف، نحن على شك من إيش المقدمة؟ أن أكون وليا، أن أكون وليا، صحيح ولا لا؟ طيب سأل السائل: وكيف أكون وليا لأؤدي حق الله علي يكون همي هو الله؟ قال الله مبينا لك كيف تكون وليا في نفس الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بحرب. كأن الله يعلم سبحانه جل في علاه أن سائلا سيسأل: وكيف أكون وليا ما دامت النتيجة أنك تحارب عني وأنك تنصرني وأنك تسددني وأنك توفقني؟ قال الله جل في علاه: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. جعل لنا الولاية في كلمتين في الحديث: عبدي إضافة إلى الله، جعلك عبدا رفع كما سنبين، جعلك عبدا وهذه أصل الولاية وأول الولاية، وأضافك لنفسه إضافة التشريف، لعبوديتك شرفك بالإضافة إليه. وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته. يبقى إذن أحب شيء إلى الله هو إيه؟ السنة النافلة، الفريضة. ممتاز ممتاز، صاحي معي أنت مستيقظ. الفريضة، يبقى الفريضة هي أصل الولاية، أول الولاية لله أن أؤدي الفرائض. مش عايزين منك أكثر من ذلك. أنت ولي لله، أنا ولي لله بهلول؟ لا مش بهلول، أنت ولي حق ترفع يدك فيستجاب لك، أنت ولي حق تبكي بدمعة تنجيك من النار، أنت ولي حق تكون مسددا في أولادك في أموالك في سيرك في طريقك، أنت ولي حق عندما تؤدي ما افترض عليك فقط. فقط
فقال ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. يبقى إذن أول الولاية المقدمة التي بها النتيجة يدافع عنك ربك لا في علاء وتنتصر في الدنيا وتسدد وتعيش عيشة هنية، وبعد ذلك تشرب شربة هنية من يد النبي صلى الله عليه وسلم على عرصات يوم القيامة، ثم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بالولاية كيف تكون بالولاية؟ الولاية بأداء الفرائض مما افترضته عليه. وقال الله جل في علاء مبينا هذه الفرائض عندما قال في كتابه: يا أيها الذين أمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. فأول الفرائض الإيمان بالله والإيمان برسول الله، وهذا أمر عقدي، قد آمنا بالله وآمنا برسول الله والحمد لله على نعمة الإسلام صباح مساء وليلة نهار. ثم هذا أصل، ثم الفروع بعد ذلك أداء الواجبات، أقيم الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا بيان كيف أكون وليا. الإيمان، قد آمنا بفضل الله، يبقى ما يتبع الإيمان اللي هو إظهار صدق الإيمان، لأن الإيمان محله الدماغ، القلب، ممتاز. الإيمان محله القلب، وقد تكلمنا أمس أنه ما استقر في القلب شيء إلا ممتاز إلا نضح على الجوارح. قال رسول الله خطأ، الناس يقولون ذلك، هذا حديث موضوع، لكن هو هنا بقى زيادة علم شوية. هنا الحديث هذا مقطوع، احنا عرفنا امبارح صنفين من الحديث: حديث مرفوع وحديث موقوف، صح؟ سيب الموصول الآن، احنا نتكلم عن مرفوع وموقوف. الثالث مقطوع، المرفوع هو لازم تتعلم، مش هسكت والله، ما هتنطقوا ان شاء الله. الأول مرفوع، والثاني موقوف، والمرفوع هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو ما نسب إلى ما اسمك؟ لا ما اسمك؟ لا قل لي، لا ما اسمك؟ مش هسيبك أنا النهارده إن شاء الله، هي مسألة شايف. الله يستر عليك الله. لا ده أنت إكرامك لنا في الدروس هذا خير ما توضع به على الرأس، والله الذي لا إله إلا هو. كفاكم فخرا بأن الملائكة تحفكم وتكتب أسماءكم وتصعد إلى ربكم جل في علاه، فالله يثني عليكم في الملأ الأعلى. هذه نعمة ليست بعدها نعمة، لا يستحضرها أحد يترك مجالس العلم. لما قال المسلم، قال الله تعالى، وهذا حديث قدسي: من ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالله يذكرك في ملأ خير من هذا الملأ، هو ملأ من؟ الملائكة. يثني عليك باسمك، باسمك، نعم، يثني عليك باسمك في الملأ الأعلى، ويقول: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. الغرض المقصود المرفوع حاضر، والموقوف تفضل. الفرق بين الحديث القدسي والقرآن، طب نخليها سؤال في النهاية أفضل؟ حاضر، تحت أمر، حاضر، ولو تريد نعدل بها ما كيف ما شئت، نخليها بعد إن شاء الله الدرس. الثالث المقطوع، المقطوع هو ما قاله التابعي. يبقى عندنا أصناف ثلاثة: مرفوع، موقوف، مقطوع. مش مقطوع، لا، مقطوع يعني وقف عند إيه؟ عند التابعي. قال: الإيمان ما وقر في القلب وإيش؟ وصدقه العمل. قالوا: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. قالوا: قال رسول الله، قلنا: أخطأتم، ضعوا الأمور في مواضعها. هذا قول الحسن البصري، هذا القول قول الحسن البصري. وطبعا الحسن البصري كان من بني إسرائيل، وكان رجلا حفرا، صحيح ولا لا؟ لا، ده ما كان، هو كان قبل زمن النبي، لا والله، ده كان من التابعين بعد زمن النبي وزمن إيش؟ الصحابة. صحيح، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فأنت في أول ما تجعل همك، نحن ما زلنا نجيب عن السؤال كيف أقدم المقدمة، لأني على ضمان من النتيجة النصر والتوفيق والتسديد والرزق وكل ذلك، وأنا أقدم الآن هذه المقدمة. أكون وليا، كيف أكون وليا؟ بالإيمان بالله والإيمان برسول الله. يا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، وحديث جبريل المشهور جدا الذي في الكتب الستة، حديث الإيمان ما راه عمر وأبو هريرة وغيرهما
بأنه قال دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر مسافر لكن لا نرى عليه أثر السفر من المعجزات. دخل فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على ركبتيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني ما الإيمان. هو قال أولا ما أخبرني ما الإسلام لكننا سنقدم ما قدمنا الآن إن هو الإيمان يقدم. أخبرني ما الإيمان. قال أن تؤمن تعتقد في قلبك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وإيش وشره. فإذا إذا آمنت أولا أتيت بأصل الأصول يبقى لك أن تأتي بالفروع وصدقه العمل حتى تنزل منزلة إيش يا شطار؟ ها الولاية تكون ولي لله لأنك إن كنت وليا لله فأنت لا مش هتسمع والله ما هسكت هتتكلموا هتتكلموا صدقوني. فإن كنت وليا فأنت ها الله يتكفل فيك. ممتاز سيتكفل فيك. حيا هلا وأهلا وسهلا ومرحبا وتكرم عيني وفوق رأسي. نعم صحيح. فإذا إن كنت وليا فأنت مسدد فأنت موفق فأنت مكفول الرزق فأنت في كل حين وفي كل آن ممدوح عند رب الأرض والسماوات ولك كل ما تتمنى وتشتهي تحت حكمة الله جل في علاه. فما رفعت يديك إلا واستجاب فما بكيت إلا والله جل وعلا رفع عنك ما يضيرك لأنك أصبحت وليا. فنحن نجيب عن هذا فنقول كنت وليا بالإيمان صدق الإيمان بالعمل فأول هذه الأعمال الركن الرقيم من هذا الدين ألا وهو الركن الرقيم من هذا الدين أهم هذه الأمور الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا طبعا على تأويل آخر لسنا بصدد الكلام فيه لكننا نقف عنده ونقول إذن أول ما تؤدي به الفرائض أو قل ما تصدق العمل بالإيمان هو الصلاة لأنها الركن الرقيم من هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثنا عن الصلاة نرفع الأذان موافقة. طيب جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبيل إلى الولاية أو الولاية ولاية من نصرة ومحبة أن تكون وليا لله جل في علاه بعد الإيمان أن تؤدي ما افترض عليك من الصلوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر منها بعد الشهادتين وإقام الصلاة وأيضا أن تؤدي ما عليك من صيام ومن زكاة. قال أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر الصلاة ثم ذكر بعد ذلك الزكاة. وقد جاء الأعرابي كما في الصحيح ثائر الرأس له دوي يسمع له صوت دوي الصوت لا يعقل ما يقول ثم قال أين محمد فجاء المسلم فقالوا هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أخبرني ما الإسلام فذكر له فرائض الإسلام حتى قال له خمس صلوات في اليوم والليل. قال هل علي غيرهن هل علي غيرها في الرواية في الصحيحين. قال لا. فقال والله لا أزيد ولا أنقص حتى لا يتجنى أحد على أحد يؤدي الفرائض ويقول له أنت مقصر في حق ربك. لا أنت أديت ما عليك حقا فقط الفرائض فقط الفرائض. نحن إن تكلمنا عن النوافل نتكلم على الكمالات ومع ذلك لابد أن نزيد في الهمم حتى نرتقي لا نقف عند حد كما سنبين. ثم ذكر الزكاة ثم ذكر الصوم. قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا الحج ولله على الناس حج البيت أو حج البيت في قراءة سبعية حج البيت من استطاع إليه سبيل. وهذه كما قلنا جمعها ابن عمر في حديث الصحيحين في بني الإسلام على خمس ذكر بعد الشهادتين الصلاة والزكاة والصيام والحج. فتكون وليا بأداء الفرائض لكن لن تكون وليا حتى تقبل هذه الأعمال ولن تقبل هذه الأعمال إلا بشرطين جليلين. كل ابن آدم يعمل لكن ليس كل ابن آدم مقبول. كل ابن آدم يعمل وليس كل ابن آدم مقبولا عند ربه جل في علاه. ولكي تكون مقبولا لابد أن تعبده وحده ولا تعبده إلا بما شرع. يبقى عندك شرطان الآن حتى تكون مردودا من قبل الله جل في علاه. الشرط الأول أن ها تعبده أن تعبده إيه وحده. والشرط الثاني أن ها ها
شو شفت بقى شفت شيخنا هيضربني انا مش كده ما ينفعش بقى حرام عليكم انتبه اقول تكون مردودا ولا مقبولا 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 لا تكون مقبولا عند ربك جل في علاه بان اولا تعبده وحده ان تعبده وحده وهذا هو الاخلاص كما قال الشيخ الكريم قال الله جل في علاه فاعبد الله مخلصا له الدين هذا لمن للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما وما امروا الا يعبدوا الله مخلصين له الدين وقال الله جل في علاه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وحذر النبي من بعده يأمن على نفسه قال له للنبي وهذا النبي في المرتبة الثانية أو الثالثة من أولي العزم من الرسل ها؟ الأولى الأولى بالإجماع طب ادوني الدليل بقى لو سمحت مفيش احد يتكلم كده انا اقول ابراهيم هو في المرتبه الاولى بتخالفونه الان مفيش اكرام للضيف ولا شيء من ذلك اذا هات الدليل وهات هات الدليل هات من القران لا اصبر اصبر عشان الاكرام من القران ايوه الحوار هذا يسعدني جدا انا ساخذ كل الاجوبه من كل الامكنه اتفضل نعم هذا تبرع جيد جدا ورفعنا لك ذكره صحيح لكن المعنى كما قال ابن عباس لا أذكر إلا وتذكر معي رفع ذكره في الدنيا هو الآن أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الفلاح صح لا المجيب المجيب طالما كنت منتبه انتبه معي للنهاية رفعنا لك ذكرك أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة صح ايه لا مش ممكن في شيء يعني قفزنا عن شيء مهم جدا هو الذي تتكلم عنه انت الان طيب خلاص ما اجاب عنك محمد رسول يبقى لا اذكر حتى تذكر لكن ما في دليل ان هو الاول ممتاز ائتني بالدليل خلاص بقى طالما المخالفه صريحه بهذه الطريقه ائتني بالدليل لان ربنا ايش هذه فهلوه شاميه وأنا أوافق بها وأقبلها ثم أعضدها لحبي للشام وأهل الشام رفع الله الغم عن أهل الشام فأقول بأن الدليل على ذلك في صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر بيدي لواء الحمد والجميع ينضون تحت هذا اللواء لما يستشفعون إذا اشتد الكرب والهم القض في عرصات يوم القيامة الجميع يستشفعون بالأنبياء بآدم بإبراهيم بنوح بموسى وكل يقول لست لها لست له حتى تأتي إلى حبيبنا إلى خليل الرحمن أكرم من خلق الله جل في علاه على الله ما برأ الله وما ذرأ خلقا أكرم عليهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها وبقول آخر وفي رواية أخرى لتعلموا كيف وصفه الله أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم قال أمتي أمتي يخشى علي وكان قد بكى في رواية أخرى وأمتي أمتي فبعث الله إليه جبريل وهو أعلم به ما الذي يبكيك قال أمتي أخشى على أمتي قال إنا سنرضيك في أمتك ولا نسيك وقد قال المسلم ما من نبي إلا وكانت له دعوة مستجابة فدعا بها إلا أنا فخبأت دعوتي شفاعة لأمتي فيجي تحت العرش وحده إكراما له هذا إظهار كرامة النبي على الجميع إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وإيه وسل تعطى وسل تعطى هذا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الأكرمين وسيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمي هو الذي قال كما بين قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر الخمس صح ما كنا في ذلك احنا ولا كنا فين ها جبريل لا ما كناش في جبريل الإخوة مش معايا كده ها انت لسه في المحل الآخر ده انت طلعتنا في الدائره ودخلت في الدائره اخرى طب معك في النقاش الخليل هو ابراهيم والخليل هو محمد قال الله واتخذ الله ابراهيم خليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت ايش
ها أبا بكر ولكن صاحبكم خليل الرحمن، فالله اتخذه أيضا خليل. أما ما يروى عن ابن عباس جعل الله الكلام لموسى والخل لإبراهيم والرؤيا لمحمد لم يصح، لم يصح، لأن الله كلم محمدا أيضا، وأن الله تعالى اتخذه إيش خليلا، اتخذ محمدا خليلا. عامة نقول بأنه لا بد من الإخلاص ولا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبده وحده ولا تعبده إلا بما شرع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان صالحا، صالحا يعني أو خالصا، وبتغي به وجه، صالحا يعني متبعا فيه النبي. لذلك الفضيل بن عياض قال في تفسير قول الله جل في علاه ليبلوكم أيكم أسوأ عملا، استغفر الله ليست آية، الحمد لله الإخوة كلهم مستيقظة، أنا أسعد جدا الحمد لله، نعم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقالوا ما أحسن عملا يا إمام؟ فقال الفضيل بن عياض قال أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قالوا ما أخلصه وأصوبه؟ قال إذا كان العمل خالصا لله ولم يكن صوابا يعني متبعا فيه سنة النبي لا يقبل، وإن كان صالحا يعني متبعا فيه السنة ولم يكن إخلاصا لله لا يقبل. يبقى إذن الشق الأول من شق الولاية من الذهاب إلى الولاية للضمان النتيجة، عشان أقدم المقدمة الصحيحة، أن أكون وليا لله جل في علاه بأداء الفرائض، وأداء الفرائض لابد أن تقبل، ولكي تقبل لابد من شرطين، إخلاص وإيش؟ لا ما هو في عمل اصلا، اخلاص وايش يا بابا يا شاطر؟ ها واتباع، لانك لا يمكن ان تتعبد عباده فتقبل الا عن طريق من؟ عن طريق الهوى وعن طريق الوجد وعن طريق صحيح وعن طريق متعه النفس، لا خالص مش ممكن، مش ممكن. من احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قال الله جل وعلا ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته، فما رعوها حق رعايته. الحق ان نقول فاذا توفر الشيطان اتينا بالشق الاول، يبقى الشق الثاني حتى اكون انا كل ده بعمل كده ليه؟ حتى اكون وليا لله جل في علاه. الشق الثاني الانتهاء عن المحرمات، الشق الثاني الانتهاء عن المحرمات. والانتهاء عن المحرمات كما قال الله جل في علاه قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا أبا هريرة قال له وانتهي عن المحرمات تكن أعبد الناس، وانتهي عن المحرمات تكن أعبد الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر الحق، هذا المعنى. شيخنا أطلت الناس كل فبقي لي طيب حاضر، ويبقى إذن سينقسم الدرس إلى الغد مش عشان الأسئلة تكون بعد صحيح؟ طيب إن شاء الله أقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتهي عن المحرمات تكون أعبد الناس. قال والمهاجر الحق من هجر ما نهى الله عنه، كف عن المحرم تكن أعبد الناس، كف عن المحرم تكن أقرب الناس، كف عن المحرم يكون ذكرك في السماء، تمشي على الأرض والملائكة تتحدث بفضلك بين أهل السماء. اللهم اجعلنا جميعا كذلك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا يا رب جميعا كذلك يا رب العالمين. أقول والفرق بين أداء الفرائض والانتهاء عن المحرمات فرقان وجيهان، مسألة عظيمة جدا، هي المسألة التي اختلف فيها العلماء أيهما أحب إلى الله، أداء الفرائض ولا الانتهاء عن المحرمات؟ هذه المسألة نرجئها لبعد العشاء، لكن أعجل الآن بأمر سريع مهم جدا. كما أني اشترطت شرطين لأن تكون وليا بقبول العمل بأداء الواجبات، أقول وفي المحرمات ملاحظة مهمة جدا، لا يمكن أن تجد بشرا خلقه الله لم يعص الله، لا يمكن أن تعتقد في أحد من الصلاح بمكان لم يخطئ صباحا ولا مساء. نحن نبارز الله جل في علاه بالمعاصي صباح مساء ليلا نهار. قال إني والإنس والجن في نبأ عظيم، هذا إما حديث صحيح بسرعة قرآن اصبر اصبر هنا من اللي قال قرآن؟ أنت جرت الرجل تنجر، تبرأ من قوله الآن، تبرأت الحمد لله شكرا
من وين أتيت يا رجل؟ والله أنا أراك من خلف الستار. أقول حفظكم ربي، هذه من الإسرائيليات، ليس له ولا حديث، لا مرفوع ولا مقطوع ولا موقوف ولا قرآن، لكن في معاني أحاديث في الأثر. قال، أختم به حتى أتعجل لشيخي، إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، وخيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، وأنا أكلهم على فرائش على فروشهم. فانظر أخي الكريم، ما منا من أحد إلا وأنكر نعمة الله عليه، ما منا من أحد إلا وتعدى وعصى، وهل هذه مهلكة؟ هذا نعرفه إن شاء الله بعد الصلاة، حتى لا نطيل على إخواننا ولا على شيخنا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقي. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.